مكان يا مكان، يا شباب يا روشين، ويا بنات يا مقططين. في سالف العصر والسنين، سنة 1941، اتنين رجالة جدعان ومطقطقين، واحد اسمه أبو النواس سليم والتاني اسمه الساكت حسين. حبيبي صديقي، معذورين أصلهم ما شافوش بعض من امبارح بالليل. لحظة، وحشتني بكثافة يا صديقي الصدوق أبو النواس أفندي. صدقني أنت وحشني أكتر يا ساكت أفندي. هتعمل إيه النهاردة؟ شفتوا الصداقة زمان كانت حلوة إزاي؟ وكانت مع الساكت وأبو نواس زايدة حبتين، أصلهم عرفوا بعض من أيام ما كان عندهم 5 سنين. أما بقى قربت بين الساكت وأبو نواس هي كفاحهم المشترك ضد الاحتلال. سيبني واهرب انت. لا انا يمكن هارب. اهرب اهرب، ما تبقاش حبيب. لا انا انت صديق. مصر هتفضل الغالي عليا. استحمل يا منوزة فاتي يا اخويا. اضربونا انا بلاش هو. ركزوا ويانا وبلاش هو. اي ما تركزوش قوي كده يا رجاله، احنا الاثنين فداك يا بص حبيبي. وفضلت صداقه ابو نواس والساكن تزيد وتقوى يوم عن يوم، لحد ما جه اليوم اللي ضاعت فيه الصداقه دي للابد. اليوم ده كان يوم 10 ديسمبر سنه 1948 الساعه 3 الظهر. في السعاده كان ابو نواس والساكت ماشيين مع بعض مستمتعين بصداقتهم. بصوا لقوا لمه. ايه لمه اللي هناك دي يا ساكت؟ الله أعلم. ما رأيك لو رحنا نأخذ فكرة؟ والله فكرة. إذن يلا بينا. ما أحلى ضحكتك يا حبيب. حبيبي يا لما دي الناس هرجع أول ماتش في المسابقة الجديدة اللي اسمها الدولي بين الأهلي ونادي فاروق. إيه ده؟ أنا سمعت على سامي دي قبل كده. طب ندخل نتسلى ولو زهقنا نمشي. وهو كذلك. اذا يلا ندخل. يلا. وقعد الساكت وابو نواس يتسلوا بالفرجه على الماتش وهم لسه اصدقاء. بمرور الوقت الماتش شد انتباههم، لكن المشكله العجيبه اللي حصلت ان النواس افندي عجبوا الفريق الاحمر اللي هو الاهلي بجنون، أما ساكت أفندي فعجبوا الفريق الأبيض اللي هو الزمالك برضه بجنون. من اللحظة دي ظهرت الخلافات بينهم وبدأوا يتخانقوا مع بعض ويتعصبوا على بعض. انهارت الصداقة اللي جمعتهم والسبب ماتش الأهلي والزمالك. وبدأ العداء بينهم واستمر لآخر يوم في عمرهم. رغم اعتزال أبو نواس والساكت للحياة كلها، إلا إن المشكلة بينهم ما انتهتش وزادت مع الجيل الصاعد، مختار أبو نواس سليم وشحاتة الساكت حسين. انت في ايه؟ ودول بقى اللي هنكمل معاهم حكايتنا.
الشمال وماشي من طرف لعبه جوه لعبه جوه جوه وحلوه وكويسه علي خليل علي خليل مش مش حلوه خطير بيفوتها وبيفوت برجل مين جنبها لاعب زكريا وسط برجل مين جنبها انت لسه نايم يا مختار قوم بقى ابو الكباتن انت الوقت الاصلي نومك خلص ودخلت في الوقت الضايع نهار احمر يا ابو الكباتن نهار احمر يا ابو الكباتن نهار احمر يا بابا يلا خيريه قومي بسرعه سخني احسن انا مستعجل طيب اوكي نهار احمر يا عمي ايه اللي انت بتعمليه ده؟ مش قلت لي اسخن؟ انا بقولك سخني الميه في السخان، عايز اخد دش سخنه فك بيه عضلاتي. كل يوم اسخن لك ميه وكل يوم انت عضلاتك قفشه. يبقى العيب بقى في السخان. شيكابالا الاسمراني هو الاسمراني اسمر اسمراني مين قساك عليا لا لا مش ممكن مش ممكن مش ممكن ايه ما تقولوش كده خير ما تقولوش كده خير ما تقولوش كده خير يا ابو الكبادل في ايه كابوس كابوس فظيع يا اعتماد مع اني مغطيه ظهرك قبل ما تنام عن ايه الكابوس ده يا شحاته عن الزمالك هيكون عن ايه قال ايه الزمالك اتغلب بالاهلي صلى الله ولا فعلك ما تقولهاش بوشي استنى لما امشي مش الكابوس ان الزمالك اتغلب ما هو ده عادي الكابوس ان نقل شيكابالا اتنقل للاهلي وكان لابس احمر في احمر وجاب فينا جون انما ايه مزيكا كل ده عشان اصريت تتعشى قبل ما تنام لو نمت خفيف زيي كنت حلمت حلم يا شحاته انا حلمت ان الزمالك بيلعب مع الاهلي وجاب فيه تلات اهداف دون رد الهدف الاول احرزه الله يبارك له جمال حمزه والهدف الثاني احرزه اللي ما جابته ولاد الواد عبد الحليم علي ولد 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 والهدف الثالث احرزه في الوقت المحتسب بدل الضائع الله يبارك له فلافيو 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 ده بيلعب في الاهلي اطمن ما هو جابه في نفسه واحنا ما دخلش فينا جوان ابدا شبكتنا نظيفه ليه مين اللي كان واقف لنا جون عبد المنصف اوسا غريبه
اتفضل يا ابو الكباتن، كوبايه لبن عاملاها لك بايديا. ايه لبن وابيض على الصبح؟ يا نهار اسود، ما انت عارفه ان انا بتعفرط لما بصبح اللون ده. لا يا حبيبي، ما انا حاطه لك عليها فراوله حمراء بنسبه 6 لواحد مسحت اللون. 6 لواحد؟ يا سلام، ده كان ماتش العمر. امال فين بيبو وبشير؟ قصدي بيبو مصطفى عبده. بيلبسوا ونازلين. بيبو مصطفى يا عبده. صباح الخير يا بابا. صباح الخير يا ماما. صباح الخير. صباح الخير يا بيبو. صباح الخير يا درش. درش تاني يا بابا؟ انسى بقى موضوع مصطفى ده وندهلي باسمي. وانا كمان يا بابا نفسي اسمعك تندهلي باسمي. عبير وحشني. مش بيبو؟ فيها ايه بقى لما دلعكم ببيبو مصطفى عبده؟ دي اسامي متكلفه، دي اسامي احسن فراوده انجبتهم مصر في القرن العشرين. محدش يقدر يقول غير كده، دول اهلاويه زينا زيهم، والدم الاحمر اللي بيجري في عروقهم بيجري في عروقنا احنا كمان. بس ده مش معناه انك تندهنا باساميهم. ليه بقى ان شاء الله؟ لاننا بنات يا بابا. شايفه بنتك اخاريه كده برضو يا مصطفى عبده؟ بتعايريني بخلفه البنات؟ صافي مصطفى، ما تقصدش يا ابو كباتن. لا تقصد، تقصد. طب وحياه النادي الاهلي يا خيريه، ان ما كنت تجيبيلي الواد اللعيب اللي نفسي فيه واللي يرمح على البساط الاخضر، لكن متجوز عليك وتبقي تخبطي دماغك في العارضه. عارضه ايه وعايم ايه بس يا ابو الكبات؟ اقعد يا حبيبي وهد اقعد. اولا الابحاث العلميه الحديثه اثبتت ان الراجل هو اللي مسؤول عن نوع الجنين، سواء كان بنت او ولد او شايب او كومي، المقصود يعني. وهو كمان المسؤول عن نوع اللعبه اللي بيلعبها، سواء كان الجمباز او بلاي ستيشن. ايه ده؟ تلاقيت الكلام ده فين يا وليه؟ يا في مجله الاهلي يا في مجله الاهلاويه. هو في مجلات تانية يا حبيبي بتدخل بيتنا. انا شحاته الساكت كبير مشجع الزمالك بالوراثه، مش ممكن حد غير يدفع مكافئات اللعيبه. انت عايز اعداء الحمر يقولوا انها راحت عليا ولا ايه؟ اسمعني بقول لك ايه، ابعت لي اي حد من عندك على المصنع وانا هديله الشيك. يلا مع السلامه. روح يا شيخ، الهي ربنا يرزقك برزق لعيبه الزمالك. قادر يا كريم كده برضو؟ كل مره كده تفطروا من غيري؟ صباح الفل يا ماما. صباح الورد يا حبيبي. صباح ابيض يا ابو الكباتن. صباح الفل يا دوك. ايه ده؟ مين الكابتن ده؟ بيبص لي كده ليه؟ ده بانه اهلاوي. شيل المرحوم ده من وشي، انا ببطل يا اخي. بقول لك يا ابو الكباتن، كنت عايز 5000 جنيه عشان اشتري راس للتشريح. 5000 جنيه مره واحده؟ ليه؟ هتشتري راس مارادونا؟ خف على ابو الكباتن يا حسن، ده لسه دلوقتي متفق على دفع مكافئات للعيبه ارقام. يعني اعمل ايه يا ماما؟ اذا كان القتيل اللي اشتريت جثته اول امبارح طلع من غير راس. وحط القتيل ده فين يا حسن؟ في اوضتي طبعا. يا لهوي، وهتذاكر عليه ازاي وهو من غير راس؟ حاول تركب عليه راس قتيل تاني عشان تعرف تذاكر. انا عايزاك من الاوائل. جثة وراس وقتيل اول وقتيل تاني، ده بيت شحاتة الساكت ولا بيت ريا وسكينة؟ من هنا ورايح مفيش قتلة تاني هيخشوا البيت، لا يطلعوا زملكاوية، مين يعرف؟ يعني اعمل ايه يا ابو كبات؟ ما ذاكرش وانجح وابقى دكتور عشان تتفشخر بيا؟ اتفشخر بيك؟ ده انا كنت هستعر منك. فيها ايه لو كنت فرحت قلبي وما جبتش مجموع كبير وطلعت لعيب كورة محترم تخدم نادي الزمالك وتشارك في انتصاراته وترفع راس ابوك؟ انا كان نفسي ابقى لعيب كورة يا ابو كباتن، واضحي واكل النجيلة وارويها بدمي وعرقي في خدمة الزمالك، لكن اعمل ايه؟ ربنا يسامحه اللي كان السبب. مين اللي كان السبب يا ابني؟ انت السبب يا ابني. انا الفلات فوت اللي عندي واللي كان سبب في منعي من لعب كورة طلع وراسي يابا. يعني انت السبب فيه؟ انت السبب فيه؟ كفايه يا سافل، ما تفكرنيش. حكمتك يا رب سامحني يا ابني. بسامحك يا ابو كباتن، وليك عليا لما تديني ال 5000 جنيه واشتري راس القتيل اللي نفسي فيه هذاكر وانجح وابقى دكتور واتخصص في اصابات الملاعب واعالج كل لعيبه الزمالك ببلاش. والجمهور وجمهور الزمالك. نهار ابيض يا جماعه. صباح الفل يا رؤى. صباح الخير. صباح الفل يا كابتن رؤى. انت كابتن رؤى وهو حسن شحاته. والله خساره فيكم الاسامي اللي تتاقل بالذهب دي. يا ترى مين هيشيل الرايه من بعد يا زمالك؟ انا خلاص حاسس ان قلعه البيضه هتنهار بعد ما اعتزل الدنيا واموت. الصليل البيضه دي اعتماد،
يمكن تكون آخر بيضة. الحق حسن، مصيبة سودة وكارثة اتحطت فوق دماغك يا ابو علي. دماغ انا؟ ليه؟ في واحدة بتقول انها خطيبتك دخلت المدرج ودورت الضرب في بنات الدفعة. خطيبتي؟ ودي اللي جابها هنا؟ بس ما تخافش يا ابو علي، احنا راك رجالة، احنا اتصرفنا. اشطوا عنهم؟ وهي دي حد يقدر عليها يا حسن؟ احنا سيبناهم مع بعض وقفلنا عليهم باب المدرج عشان حرس الجامعة ما يحسش باللي هي بتعمله، تقوم تروح انت وهي في داهية. يبقى خلصت عليهم. منبه عليك 11 مره ما تجيليش هنا خالص. بس انا ما سمعتش كلامك وحبيت اخدك واعملها لك مفاجاه وهوب تلاقينا قدامك زي القضه. المهم اني جيت ولما قعدت سمعت البنات الوحشين دول بيقولوا عليك كلام حلو وانك موز وانت عارف اني بكير عليك موت. يا نهار اسود، قمتي فربتيهم؟ ابدا يا حبيبي، ده انا فضلت قاعده ساكته ومؤدبه وباكل في الشوكولاته بتاعتي لحد ما واحدة فيهم غلطت غلطة عمرها وقالت ان الحاجة الوحشة اللي فيك انك زملكاوي. لحد الزمالك بقى مطاطش. اعمل حسابك بقى يا ابو علي، من دلوقتي لحد ما تتخرج مفيش بنت من بنات الدفعة هتهوب ناحيتك بعد اللي شافوه من خطيبتك. ليه يعني يا وائل؟ لا انا اول ولا اخر واحد يخطب واحدة متوحشة. بس انت عمرك ما جبت لنا سيرة قبل كده انك خاطب، حبيتها ازاي دي؟ انا اللي حبيت ولا خطبت يا جماعة؟ انا فجأة بعد امتحانات الثانوية العامة لقيت بابا بيصحيني من النوم وبيقول لي انا جايب لك عروسه في الجون، بنت واحد من اكبر واقدم مشجعي النادي، ولاني راجل وليا كلمتي رفضت. قلت لا بطل، لكن بعد كده رجعت في كلامي وقلت هي خطوبه تفوت ولا حد يموت، خصوصا ان بابا رصد لي مكافاه خطوبه قدرت من وراها ادخل الكليه اللي انا عاوزها واشتري العربيه اللي نفسي فيها وانطلق بقى. مجدي شلبي يا واد العب يا واد يا ابن انت باص باص الله يخرب بيتك يا اخي. شوت شوت جول 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 الحمد لله. مين اللي جاب الجول؟ حسن شحاته يا معلم. خلي الشبكه لا تتكلم. تتكلم انت، انت ايه اللي جابك دلوقتي؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ مندوب الشركه الاجنبيه جه حسب الميعاد المتفق عليه. مندوب ايه؟ بتاع ايه يعني؟ بتاع الجبنه البيضة والبيض الابيض اللي هصدره البرتغال. برتغال؟ وما لقيتوش غير البرتغال؟ ما كنا صدرناها لروسيا البيضة احسن. وبعدين انت مش شايفني مشغول؟ قول قول. شوف يا ابو الكباتن، مندوب الشركه مسافر بكره ولازم يمضي العقد دلوقتي، لان لو ما مضاهوش في خساره علينا، ممكن اي شركه تخطفه مننا. باين بقى اذا كان على الماتش، الماتش قديم متسجل من 20 سنه، يعني ممكن حضرتك تتفرج عليه في اي وقت. خليه يدخل. يا سلام، هو ده الكلام. تفضل يا خواجه، تفضل يا مستر. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا، نورت مصر يا فتاح يا عليم. استغفر الله العظيم يا رب. ايه اللون اللي يكئب ده على الصبح وانت زفت؟ انت ما كنتش قادر تغير بدله الاعدام اللي جاي لي بيها دي؟ الراجل نزل من الطياره على هنا على طول، وعنده من البرتغال لا يعرف حاجه عن الاهلي ولا عن الزمالك. هو اسمه ايه؟ مانويل. مانويل ايه؟ جوزيه. يا نهارك احمر ومش فايت حسان. مانويل وجوزيه وعندي بمكتبي. انا خلاص اتشائمت من الصفقه دي، بلاها الصفقه دي، غوروا من وشي والله العظيم. لولا ان الدم لونه احمر كنت بطحتك يا حسان. غوروا. جبت لي الكلام يا جوزيه. اتفضل يا اخويا اتفضل. خونه بالعرض. برافو
ابو بيطلعها عشان نرجع الجون عشان نفرح شويه بقى. ايوه العب العب يخرب بيت. لا لا تتقطع حتى شاطع بيفوتها. شوف برجل مين جاب ده؟ الجول الثاني للزمالك. يا زمالك يا مدرسة لعب وفدي وهندسة. طبعا حاجه. وانا من امتى بيفوتي تمرين الاهلي؟ امال اسمع، انا عايزك تجمع جمهور في مدرج الدرجه الثالثه عشان القي عليه المحاضره الاسبوعيه اللي هيكون عنوانها الاحتراف والروح التعصبيه بين الاصاله والمعاصره. اه طيب الاهلي حديد كم واخذ يا جماعه؟ في الحقيقه يا ابو الكباتن احنا طلبنا نجتمع مع سعادتك النهارده عشان نناقش بند مهم ومصيري عايزين نضيفه للميزانيه. بند ايه ده؟ هو بند خاص بالمصروفات بخصوص صرف مكافآت فوز لينا وللعاملين عن كل مباراه يفوز فيها الاهلي زي ما بيحصل مع اللعيبه بالظبط. طب وانتوا مالكم مال اللعيبه؟ ازاي يا ابو الكبات؟ ده احنا ما بيفوتناش ماتش. ده غير دعواتنا ليهم ليل نهار عشان يكسبوا، وطبعا حضرتك عارف ان احنا في عصر احتراف، يعني ولائنا للي يدفع، فطول ما حضرتك بتدفع هيفضل ولائنا ليك وللاهلي. وبعدين يا ابو الكباتن سعادتك مش اقل من شحاته الساكت بتاع الزمالك. هو الجدع ده بيدفع مكافئات فوز لعمال المصنع بتاعه؟ يا ريت فوز وبس، وهزيمه وحياتك. هزيمه؟ بيسموها مكافئه اجاده، يعني هزيمه بشرف. ها؟ هتدفع ولا؟ موافق، هدفع. نعتمد البند ده. على خيره الله. الاهلي حديد. 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 طب ايها الساده، قام مصر للطيران عن وصول رحلتنا رقم 772 القادمه من جنيف. كابتن حاضر. عبد الله على سلامك كابتن، نورت مصر. بحبك حاضر. اهلاوي اهلاوي حاضر. بحبك حاضر. كابتن حضري، كابتن حضري، عايزين نعرف ايه سر زيارتك المفاجأة لمصر دي؟ بلد يا سماحة وزراء وقت ما احب. كابتن حضري تقول ايه لجمهور النادي الاهلي يا كابتن؟ لا انا بقول لجماهير مصر كلها، انا في الاول والاخير لاعب في منتخب مصر، وبطلب من جماهير مصر كلها ان هي تنسى مشاكل الاندية وتقف ورا منتخب مصر. كابتن حضري يا كابتن. اسمعوني يا اولاد، الأزمة القلبية لها أسباب كتيرة ومتعددة، وهنتعرف على واحد منها من المريض اللي قدامنا ده. تقدر تقول لي إيه أسباب الأزمة القلبية اللي جات لك يا مريض؟ إنت! هو في غيرها يا باشمهندس؟ السحر المستدير، الكورة، عاجبك اللي حصل للأهلي في نهائي كأس أفريقيا؟ الأهلي يخسر وفوزت جمهوره في استاد القاهرة، ليه؟ ليه اللعيبه يلعبوا كره فوق العارضه؟ ليه تامر حسني يشوط الكره فوق العارضه ليه؟ اسمه اسامه حسني. اسامه ولا تامر كلها اسماء بتاعت ربنا. كنا خلاص قاب قوسين او ادنى للحصول على كاس افريقيا لتالت مره على التوازي لولا الحكم. حسبي الله ونعم الوكيل. اهو انتوا كده يا اهلاويه، اول ما تخسروا تقولوا الحكام، مع انكم عمركم ما خدتوا بطوله غير بالحكام. إيه ده؟ انا اشتم الاهلي ادي عليه، انا ما بحبش حد يقول عليه امين. إيه يا عم انا مش مرتاح لك ساعه ما دخلت. ترتاح ليه؟ حاسس ان ابن الاعداء ده بلطه ابيض بخدت الحم. هات الكلوكوز افتحه بيه. طب افتح مين يا جدع انت؟ افتحه بالكلوكوز. انت فيك نفس يا جدع انت. فلن تشوي يا عم. يا عم اوعى يا عم. ايه اوعى مش نظمه اساسا. استنى بقول يا عم اوعى. استنى يا بني ادم. حصل ما ينفعش يا بابا اللي انت بتعمله يا كابتن. ما انت شايف هو بيعمل ايه؟ اوعى يا كابتن. ايه يا عم في ايه؟ لا رصيته ولا يا عم في ايه؟ هو انتوا بتاخدوا بطولات غير بالحكام؟ يموت في ايدك ده، انتوا على طول دفيعه يا جدعان. انتوا مكتفوني عشان يضربني. استنى يا حسن. معلش اتفضل خش جوه. ما هو يا دكتور هو اللي غلط. قلت خش جوه. كلام فارغ. أنا آسف يا دكتور على اللي حصل، ما كانش قصدي والله. ولا يهمك يا أبو علي، هو السبب، هو اللي لعب في عداد عمره. بص بقى يا أبو علي،
انا طالب منك خدمه بس توب سيكريت. عينيا ده انت تؤمر يا دكتور. طالب كارت توصيه من والدك الكابتن شحاته باشا، ربنا يا رب يطول لنا في عمره ويديه الصحه عشان ادخل بيه ابن المدرسه. مدرسه ايه؟ مدرسه الكوره بتاعت الزمالك. والنبي ايوه حلم عمري يا ابو علي ان الواد يطلع لعيب كوره مشهور والانديه بقى تقعد تبيع وتشتري فيه واحنا نتنك عليهم ويعوضنا عن ايام الشقه اللي احنا شايفينها دي. ثانيه واحده. والنبي رزقك في رجليك اخو. الله اكبر. دكتور تسمح لي بقى اخش اضربه تاني؟ خش 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 عادي. بص لفوق واوعى الفحت، ده الاهلي فوق مش تحت. بص لفوق واوعى الفحت، ده الاهلي فوق مش تحت. بس يا وليا منك ليها. اقعد يا وليا. شوفي يا كوتش منك ليها، كلنا لازم نبص لمستقبل نادينا، نادي القرن، النادي الاهلي، لان مستقبل اي نادي بيعتمد على جماهيره. اسم الله. وهو النادي الاهلي ناقص جماهير يا ام بيبو؟ ايوه يا ام ميمو طبعا ناقص جماهير. اطفال اليوم هم مشجعين المستقبل. والاطفال دول هنجيبهم منين يا اختي؟ يا اختي من اطفال الشوارع، دول مليين الدنيا، دول اكتر من الهم على القلب. ايش متشردين وايش متسولين وايش جربانين. ايوه هما دول اللي انا قصدي عليهم. ايه الجربانين؟ يعني انا قصدي على الاطفال دول. هنجمعهم كلهم في دار متكامله، هنعلمهم ونجيب لهم اكل وشرب ولبس ولعب. ولما يسألونا الأطفال الحلوين دول مين اللي جابولنا الحاجات الحلوة دي، هنرد كلنا في نفس واحد ونقول لهم النادي الأهلي للألعاب الرياضية. ويا أهلي يا مهنين هم يا حنين يا مأكلو. يا أهلي يا مهنين. مشجعات نادي الزمالك، بصوا يا ستات، بقى على رأي المثل الكروي ما بيقول اللي يتخض قدام الشبكة ما يجيبش فيها جوان، واللي يخاف من الهزيمة ايه؟ انتوا عارفين طبعا ان مشجعي نادي الزمالك من الرجالة اتنقطوا بعدد النقط اللي احنا فقدناه في الدوري. عشان كده انا عايزة اطبق مبدأ المساواة ما بين الرجل والمرأة، لازم احنا كمان زينا زي الرجالة نفرح بالنص ونتنقط وتجينا سكتة قلبية ونركب دعامات عند الهزيمة برضو. ولا انا بتكلم غلط؟ غلط ايه يا ام حسن؟ تفي من بقك يا اختي، ده انت كلامك موزون ومية مية وبتعبري بصحيح عن روح الفانيلا الخضرة. خضرة ايه يا ام حنفي؟ قصدك البيضة. انا بقى اعرف نسوان كتير من العينة دي، بس المهم علشان تكسبيهم لازم تأبجيهم. زمالك جوه في قلبي. زمالك جوه في قلبي. وخدنا الكاس من قلبي. اهلا يا وحش. اهلا يا ابو الكبات. ازيك يا عصام؟ ازيك يا ابو الكبات؟ نخش في الموضوع؟ نخش. اتفضل معايا. انا طلبتك النهارده يا حضري عشان اصلح والزق اللي انكسر بينك وبين الاهلي وجمهوره. ايه؟ انت بتقول كده يا ابو الكبات؟ انا صحيح زملكاوي وقلبي ابيض بخطين حمر، لكن ما يرضنيش اللي حصل. انت مش رمز للاهلي بس يا ابو ياسين، انت رمز لمصر كلها. انت فعلا المثال الروح الرياضيه يا ابو كباتن، بس معقول شحاته الساكت كبير مشجعي الزملكاويه يتوسط عشان ارجع لمصر والاهلي؟ ليه لا؟ بس كلامك يا حضري في غلطه بسيطه صغيره. انا فعلا عايزك ترجع مصر، بس مش للاهلي، للزمالك. ها قلت ايه؟ ما تقولش حاجه، انا هديك قد سيون الطاق طاقين، وهلبسك بدل الشاره شرطين، هعلقهم على دراعينك الاتنين. خد نصيحتي يا حضري، عايز تقفل عالي يا سد، اقفل في الزمالك.
بص يا ابو كباتن، شرفني البس فانيله نادي الزمالك زي ما لبست فانيله النادي الاهلي، بس يا ريت جماهير مصر كلها تعرف ان انا ما بجيش ورا الفلوس ورا الشهره، انا باجي ورا حلم قديم اي لاعب يتمناه اللي هو الاحتراف. بس كنت اتمنى ان جماهير مصر زي ما كانت بتشجعني وانا بلعب مع النادي الاهلي ومع منتخب مصر كانت تشجعني وانا في الاحتراف. شكرا يا كابتن. ترفض عرض يا حضري؟ طب والله لو اقول لجمهور الزمالك عشان يبقى الجمهورين بخ. طب كنت تمضي للزمالك ولو ما ارتحتش اهرب تاني. يلا يا جماعه الظهرات بدات، يلا يا اخوانا الظهرات بدات، يلا يا رفاق، يلا يا جماعه، يلا يا زملاء. دي ليه؟ يلا يا زملاء، المظاهره اتحركت من قدام المبنى الرئيسي وبيقودها عمداء الجامعه واعضاء هيئه التدريس. مظاهره ايه دي؟ مظاهره شباب الجامعه لمصلحه اهل غزه، وهتكون تحت شعار مش هنحس بطعم غزه واتعاطفنا معاك يا غزه. ايه يا بنات، احنا هنسيب المظاهره كده تمشي قدامنا من غير ما نعمل حاجه؟ ليه؟ مش بنات؟ مش مصريين؟ مش عرب؟ وائل حسين، ايوه انا لو جرالي حاجه في المظاهره اتقبض عليا او اسرت او استشهدت قول لهم يا ابويا حسن راح. راح فين؟ راح في ده الوطن. يلا بينا. راح فين يا حسن؟ الوطن من هنا. يلا يا حسين يا حسين احنا وراكب الملايين، مش هنحس بطعم الغزة وتعاطفنا معاك يا غزة، مش هنحس بطعم الغزة وتعاطفنا معاك يا غزة. يا عرب انتوا تحبوا فلسطين بتناديكوا، يا عرب انتوا تحبوا فلسطين بتناديكوا، يا فلسطين يا فلسطين احنا وراكب الملايين، يا فلسطين يا فلسطين احنا وراكب الملايين. ابو تريكه رفع الشعار وقال ما فيش على غزه حصار. هو كله ابو تريكه ولا ايه؟ هو الزمالك ما فيهوش لعيبه وطنيه؟ ارفع واش. ابو تريكه رفع الشعار وقال ما فيش على غزه حصار. عمرو زكي جاب الجون ووراك يا غزه مهما يكون، عمرو زكي جاب الجون ووراك يا غزه مهما يكون، عبد المنصف واقف جون ووراك يا غزه مهما يكون، عبد المنصف واقف جون ووراك يا غزه مهما يكون. ابو تريكه ابو تريكه ابو تريكه عمرو زكي عمرو زكي عمرو زكي عمرو زكي. أهلي 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 رغم اختلافنا الايدولوجي والتشجيعولوجي الا ان الروح الرياضيه اللي بيتمتع بيها كل زملكاوي تجبرني اقول لك سوري على العنف والخشونه الزايده اللي تعرضت لها في المظاهره. وانا كمان بقول لك سوري، ما كانش صح ندخل انتماءاتنا الرياضيه في القضايا القوميه. بصراحه بقى انت اللي ما كانش صح تخش في المظاهره اصلا، ما خليتي ايه للرجاله؟ امال ابقى اهلاويه ازاي؟ النادي الاهلي اسمك ايه؟ نادي سياسي وثوري قبل ما يبقى رياضي واجتماعي، واللي انشاوه كان هدفهم مواجهه الانديه اللي بيرعاها الانجليز ابان الاحتلال البريطاني. ابان ابان ني 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 تريا تريا، ما انت اصلا جاي وما تفهمش حاجه هقول ايه، وتلاقيك كمان ما تعرفش ان زعيم الامه سعد باشا زغلول كان رئيس النادي وكان اهلاوي. طب ما هو صلاح الدين الايوبي وزميله وصديق عمره وعيسى العوام الله يرحمهم الاثنين كانوا زملكاويه ابا عن جدا. يا سلام، ده عند مين بقى ان شاء الله؟ هقولك ايه؟ ما انت جاهله ما بتفهميش حاجه. انا قابلتهم وحلفولي بكده. قابلت صلاح الدين الايوبي وعيسى العوام ها؟ في المعركه واتصورت معاهم كمان. الاستاذ احمد مظهر والاستاذ صلاح الدين ذو الفقار. مش هما دول اللي مثلوا الدورين في الفيلم ولا مش هما؟ عبير ايه ده؟ يا حبيبتي اللي عمل فيكي كده؟ اكيد انت قاضي اللي عملت فيها كده. يطلع مين ازازه الميكروكروم اللي دخلت علينا فجاه دي؟ انا جابر الاحمر. خطيبها يا بابا. مالكش دعوه انت يا جابر بالموضوع ده خالص، دي حكايه بسيطه وخلصت خلاص. لا يا حبيبتي انا عارف انك خايفه عليا بس ما تقلقيش، خدي الورد واسبقيني على العربيه عشان في ناس هتتخرش من النهارده. يلا من هنا. لا هي لوحدها يا اخوانا. يا ايه ده، انا اول مره الاقي جمهور الزمالك اكتر من جمهور الاهلي.
كنت بتقول ايه يا اخ احمر انت؟ لا يا باشا، ده انا جاي اتعرف عليك. كل سنه وانت طيب يا حسين. عقبال 100 سنه يا حسين. رزقك في رجليك يا وائل. جت في وقتها. مبروك يا وائل. ايه؟ كفايه حرام يا علويه. ده ظلم 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 وقهر كمان. ايوه يا ابو كباتن، انا عاوز اعرف بقى من حضرتك، من ساعه ما اشتغلت عند سعادتك من 10 سنين وسعادتك بتيجي اهو وتقول له اقف وتقعد تصرخ وتقول ظلم وقهر، وانا مش فاهم قهر يعني ايه. هو في حد اذاك في الحته ده يا باشا وانت صغير؟ قول لي وانا اقطعه لك. انت مش اهلاوي يالا ودمك احمر؟ دمي والكلويه والبنكرياس وكل حته فيا يا ابو كباتن بتقول اهلي اهلي اهلي. يبقى ازاي بقى ما تحسش بالظلم والقهر وانت شايف يافطه زي دي مكتوب عليها حي الزمالك محطوطه على منزل الكوبري اللي بيودي على النادي الاهلي؟ احساس الظلم والقهر بتوعك دول يا ابو كباتن ما يجوش حاجه جنب اللي حصل فيا. طبعا سعادتك تعرف ان انا سوابق وقعدت في السجن سنه، صح؟ ايوه عارف. سعادتك بقى تعرف السنه دي انا قعدتها في السجن ليه؟ لا مش عارف. شايف اليافطه اللي مضايقاك دي؟ قفشوني وانا بشيلها من هنا اول ما ركبها في المكان ده يا باشا. دي مش سابقه يالا، ده نشان على صدرك. تبقى تفكرني اديك مكافاه اجاده على البطوله دي. انا يا ابو كباتن طبعا افكرك. بقول لك يا ابو كباتن، عايز ايه؟ انا بفكر حضرتك بس بمكافاه الاجاده اللي سعادتك وعدتني بيها. امشي يالا امشي. اتاخرت عليك يا حبيبي 10 دقايق غير الوقت بدل الضايع. المهم اتاكدت ان محدش كان مراقبك؟ طبعا. الحمد لله على السلامه. الله يسلمك. قول الحق، خليك جريء، النادي الاهلي احسن فريق. قول الحق، خليك جريء، النادي الاهلي احسن فريق. قول الحق يا جماعه، النهارده الكوره يعني احتراف، والاحتراف يعني فلوس، والفلوس يعني معرفش ابويا. لكن بقى تقول لي الروح الرياضيه، التواضع عند النص، الابتسامة عند الهزيمة، ده كلام بيفوض دم الجمهور ولا أولهم. معناها إيه لعيب يطلع مغلوب الماتش فشيخ لي بقه بابتسامة عرض الجون ويسلم على اللعيبة اللي هزموه؟ ها؟ ده لعيب يستاهل قطع رباطه صليبي، مش كده ولا إيه يا جمهور القلعة الحمراء؟ يسلم فمك يا كابتن مختار. حمام أبو الريش وصل يا أبو الكبات. طيب خد المحاضرة بدالي يا مصطفى وكمل أنت. سمعتوا كلام ابو الكباتن يا رجاله؟ سمعنا يا كابتن مصطفى. مصطفى برضو قول لي انا لك ايه اجوج اجوج اللي انت شاريه. قول لي قول لي انا لك ايه اجوج اجوج اللي انت شاريه. قول لي شربها الدغوف. هي امال لازم اشربها. اللي وصلني ان المندوب البرتغالي لما دخل عليه كان لابس احمر، التاني غضب منه ولغى الصفقه. كان لابس احمر بيتشائم. شائم؟ في حد في الدنيا يتشائم اللون الاحمر؟ انما قول لي يا متر، انت ليه خططت للموضوع ده من اصله؟ اصل انت ما تعرفش شحاته كان هيعمل ايه بفلوس الصفقه دي. هيعمل ايه؟ هيشتري محمد شوقي ويضمه للزمالك. انت جبت الكلام ده منين؟ ده انا حمامه ابو الريش اجيبها وهي طايره. وحشتيني. لحقت؟ احنا لسه سايبين بعض من شويه. انا من شويه كنت انسان ودلوقتي انسان تاني خالص. انا خلاص مليت العيشه دي يا حسن. معقوله تبقى كليتك جنب كليتي؟ ما اعرفش اجي اقعد معاك، ولو شفتك ولا صدفه ما اعرفش اكلمك ولا عينيا تيجي في عينيك. الموقف الوحيد اللي ممكن يجمعنا سوا هو موقف زي اللي حصل النهارده، نقف فيه قصاد بعض ونتخانق. صحيح، وساعدتك ما صدقت وهتك يا خناق. كل واحد مد ايده عليك النهارده في المظاهره يا بيبو كان نفسي اقطعها له. وانا كمان يا حسن، كل ضربة كانت بتنزل على وشك وقفاك كأنها نازلة عليا أنا. مواجهة واتفرضت علينا، مش كفاية العداوة الأزلية اللي بين أبويا وأبوكي؟ وكأن القدر وكل اللي حوالينا مصرين يحطونا في صراع قصاد بعض. المهم إننا في الآخر بنتجمع سوا. تعرف يا أبو علي، أنا بقيت أحبك أكتر من أبو تريكة. بجد يا بيبو؟ حبيبتي يا بيبو. سامع هوس؟ مفيش كلام، لسه مالك معطيك سلام. الكورة النهاردة ما بقتش اللعبة الشعبية الأولى، لا دي بقت اللعبة العصبية الأولى، يعني لازم اللي يلعبها أو اللي يشجعها من الشعب لازم يتحلى بالتعصب بالروح العصبية. علي
طلاق بالثلاثة. انت تستاهل جائزة الدولة التشجيعية عشان انت احسن مشجع بيفهم كورة. كل الزملكاوية بيفهموا في الكورة يا جدع، لان هم خريجين مدرسة الفن واللعب والهندسة. يا زمالك يا هندسة، لعب وفن وهندسة. عارف بكرة ايه؟ ايه؟ 29 فبراير، يعني ذكرى الثانوية الرابعة لحبنا. فاكر اليوم ده يا حبيبي؟ ده اليوم اللي قررت فيه اني اشوف البنت الوحيدة في العالم اللي بتحرم عليا اني اعرفها واكلمها او حتى اوصلها. تحدينا كل الظروف وتعرفنا على بعض في السر وحبينا بعض في السر، وادينا لحد دلوقتي لسه بنحب بعض في السر. قدرنا اللي لازم يتغير. فعلا احنا مش لازم نقف نتفرج لحد ما نلاقي نفسنا ضحايا للتعصب الاعمى اللي ابهاتنا مغرقنا فيه. لازم نغيرهم ونفهمهم ان في فكر جديد للانتماء والتشجيع قايم على روح التسامح والمحبه. مظبوط. ونبدا بابوكي. انت اول ما تروحي تواجهيه وتقنعيه بالفكر ده وتحاولي تغيري له عقليته المتعصبه المتخلفه اللي مسيطره عليه. يا سلام. وليه ما نبداش بابوك انت ونعرفه الامر الواقع ونخليه يسلم بيه؟ يسلم بايه؟ يسلم بان الاهلي هو نادي القرن ونادي الاول في مصر وافريقيا كلها، وهو الاحق بالتشجيع. التاريخ بيقول كده. قرن يا حبيبتي، كره ما بتعترفش لا بتاريخ ولا بجغرافيا. وبعدين انت نسيتي الاربع سنين اللي قشينا فيهم كل البطولات. كان الاهلي ساعتها بيجدد دم الفرقه. اه دم يا عبير، انتوا عندكم دم اصلا؟ انت بتشتمني حسن؟ اه. جات لك الجرأه والوقاحه انك تغلط في الاهلي؟ اه انت اللي عصبتيني واتكلمتي وحش عن الزمالك كده. طب خد عصير الموز باللبن الابيض ناسخ وملوش طعم زيكم يا زملكاوي. ايه ده؟ دي جوافه؟ بتخدعيني يا عبير؟ خدي عصير الفراوله الاحمر اللي بيجيب لي ارتكاريا وحزمه. انا غلطانه اني عرفت واحد زملكاوي زيك. انا اللي غلطان اللي عرفت واحده اهلاويه زيك. تاكسي تاكسي. كابتن حسام، كابتن حسام. انا شو كابتن، كنت عايز اقعد اتكلم معاك شويه. بخصوص ايه يا حبيبي؟ بخصوص عقد الاحتراف اللي جالي من انجلترا. طب مفيش مشكله، بس ركز في البطوله الاول اللي احنا فيها. بطوله مهمه انت عارف يا شوقي طبعا. نكلم لجنه الكوره وان شاء الله نحل الموضوع باذن الله. ان شاء الله. بس ركز في البطوله. ها ماشي كابتن. ماشي كابتن. انا حوريله، انا حوريله شحاته الساكت ده، هخليه يلف حوالين نفسه، هقتله، همحيه من على الارض خالص. اوعي يا صافي، اوعي. كابتن شوقي، كابتن شوقي، صحيح اللي انا سمعته ده؟ اللي هو يا كابتن مختار؟ الزمالك بيفوضك مش كده؟ الزمالك ايه بس يا كابتن؟ انا مش ممكن اسيب النادي الاهلي، ولو سبته مش هسيبه الا عشان احترف بره. عموما بلغ شحاته الساكت اللي بيلعب في دماغك انك بعيد عن شنبه، ولو اني عارف ان عمره ما طلع له شنب. ازيك يا مختار؟ اهلا كابتن خالد يا بتاع الستة واحد يا غالي. اهلا. ربنا يخليك يا كابتن. ربنا يخليك. اهلا شوقي، نتقابل عندك بالليل انا وجمال عمر. ازيك؟ بعد اذنك يا كابتن. استنى استنى. اتفضل. انت عملت ده يا غالي بس. في ايه يا كابتن؟ في ايه؟ طيب طيب يا شحاته، انت اللي جبته لنفسك. ان ما كنت العب لك في دماغ نص لعيبه الزمالك ما بقاش انا. ربنا يستر بس عمرو، محدش شفنا طالعين لشاوي لحسن يرزقنا شاي يقولوا ان احنا هنمضي الاهلي ولا حاجه. يا عم ما تخافش، الدنيا ضلمه والشارع رايق. انتوا طالعين تعملوا ايه عند الكابتن محمد شوقي يا خونه؟ خونه في ايه يا عم؟ طالعين نقنعه يلعب للزمالك طبعا. زمالك يلعب للزمالك؟ الخاين في ايه يا عم؟ مالك انت بتشجع مين بالظبط؟ ده سؤال. الاولمبي طبعا. الاولمبي؟ الاولمبي مين ده ولا ايه؟ الاولمبي. يلا شوقي، يلا شوقي بالعرض اهو. خليك معايا، خليك معايا، خليك معايا بقى. خليك معايا. كويس 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 كويس. شفت ساعه عامل ايه النهارده؟ ايه اللي حصل؟ ضربني في رجلي كان هيكسرها لي. البيه جاي قدام مختار سليم بيقول ان انا هقابلكم النهارده، عايز يلبسني تهمه كان عظمه. في حد يعمل كده يعني يا بيبو؟ بصراحه يا جماعه، مختار سليم مش حاسس ساكت، دول قنبله واتقسمت نصين. يا جماعه الناس المتعصبه دي موجوده في مصر في العالم كله، بس بصراحه هم دول اللي محللين الكوره. حرام عليك يا بيبو والله، حرام عليك. اشرب يا بيبو. كويس كويس كابتن بيبو. الو. ايوه يا حسن، عايز ايه؟ تصالحني؟ طب هو احنا كنا اتخاصمنا عشان تصالحني؟ احرجتيني بروحك الرياضيه. دي مش روحي الرياضيه، دي روح الفانيلا الحمراء. امال تقولي ايه بقى عن روح الزملكاويه اللي قلوبهم لون فانيلتهم ناصعه البياض؟ ناصعة البياض؟ ليه؟ بتعمل إعلان عن مسحوق غسيل؟ أنا إن كان عليا كنت أعمل إعلان عن حبي ليكي وأذيعه بين الشوطين في ماتش الزمالك والأهلي. لا لا يا حسن، ده كده كتير قوي. إعلان مرة واحدة؟ طب مش هتخاف لو قلت إنك بتحبني؟ يا بنتي أنا عمري ما هخاف تاني، زمن الخوف راح، لأن حبي ليكي
حيويني. معامرة! انت فشت! خيانة ومعامرة يبقى أنا! معامرة! خيانة! خيانة! معامرة! معامرة! خيانة! معامرة وصلت لبيتي! معامرة وصلت لبيتي! معامرة وصلت لبيتي! فشتها بعيني! عاي! اه! الأزمة جاتلي! معلش! الأزمة جاتلي! على مهل! الأزمة جاتلي من إيه؟ من مؤامرة! الأزمة جاتلي من إيه؟ من إيه؟ خيانة! قعدوني! 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 مش تفهمنا خيانة إيه يا أبو الكباتن؟ فك الشد الأول وبعدين اسأل! حاضر! حاضر! شحاتة! الدكتور محذرك 100 مره من الانفعال الزايد! المرة دي جالك كرام! المرة الجاية هيجيلك شد في عضلة القلب وتروح فيها! يكونش حد بلغه خبر وحش عن الزمالك؟ أبداً! نحن كنا قاعدين على السرير قاعدة رومانتيكي وإيدينا في إيدين بعض، وكان مشغل التسجيل بتاع ماتش الزمالك مع أسج أبيجان، وفجأة عطش، فجأة صمم ينزل المطبخ يجيب إزازة مية، فجأة سمعته بيصرخ بس. مش يمكن سمع حاجة خضته؟ لا، شفت عفريت. لا عفريتة أهلوية لابسة أحمر وأحمر واقفة في الضلمة. أيوة يا شحاتة افتكرت، دي الشغالة الجديدة جت آخر النهار فملحقتش ألبسها اليونيفورم الناصع البياض. تقومي تسيبيها بلبس الإعدام ده اعتماد؟ ما قلت لها استخبي الداري ما تخليش حد يشوفك. وجبتيها منين بنت المشنوقة دي؟ عرفت ميولها؟ زملكاوية وأصلي وعيلتي كلهم زملكاوية وضحوا بحياتهم في سبيل الزمالك. إيه ده؟ بجد؟ ايوه ده انا حتى جدي مات شهيد في النكسه الاولى وابويا مات بحصره النكسه الثانيه. قولت ايه وتانيه ايه؟ انت بتقول ايه بالظبط؟ امال زملكاوي ازاي يا باشا؟ النكسه الاولى نكسه كتوكو بتاعت 5-1، اما بقى النكسه الثانيه نكسه 6-1 بتاعت ديبو وبشير ببوب جون. لازم جاتلي بابا، لازم جاتلي تاني. معلش 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 اديله ميه اديله نار الزمالك فريق جبار، اديله ميه اديله نار الزمالك فريق جبار. بس سمعنا التشكيل يا ابو كباتن. بسم الله الرحمن الرحيم. ركزوا معايا يا زملكاويه، اسمع منك ليه. التشكيل النهائي لفريق الزمالك الكسبان ان شاء الله، في حراسه المرمى محمد عبد المنصف ربنا ينصفه، آمين. وقدامه تلاتة، فتح الله ربنا يفتحها في وشه، آمين. والصفطي ربنا يصفي قلبه، آمين. وأسام العبدي ربنا يستر. وعلى اليمين بقى أحمد صديق، وعلى الشمال جلبرتو، خط الوسط من اتنين حسن مصطفى وحسام عاشور، خط الهجوم من تلاتة أبو تريكة وقدامه فلافيو ومتعب. اما تغييرات بقى فهتكون في الدقيقه 15 طبعا من الشوط الثاني، هينزل بوجلبان مكان عاشور، وفي الدقيقه 30 هينزل بلال مكان متعب الغير موفق، وقبل النهايه بخمس دقائق هيسخن اينو بس مش هيلحق ينزل. الله عليك وعلى قرايتك لملعب يا ابو الكباتن. عش طب والنتيجه هتبقى كام يا ابو الكباتن؟ 3-1 ان شاء الله، وفي جون رابع هيخش بس الحكم مش هيحسبه لحجه التسلل. هوبا ايه في المانيا بيقف كده وقت الكره تقع، هما بيهاجموا كتير فبيصطاد اخطاء المدافعين وبيحرز اهداف، هو هداف الدوري حتى الان. تتقطع الكوره وتنزل على طول لمحمود عبد الحكيم، محمود عبد الحكيم يلعبها في راس الملعب لحسين علي، حسين علي مش تقعدي عادي زي اختك. هو يعني مفيش مره بابا يقعد في المقصوره عشان نشوفه في التلفزيون؟ عشان تعرفوا طول عمره بيشع ما يحللوش الفرجه على الماتش الا مع جمهور الدرجه الثالثه. بس في شبابه بقى يا حبيبي ما يتمزقش على الفرجه غير وهو متشعبط على عمود النور زي القرود. جرى ايه يا ماما؟ انت حاسبينها تخش اوضتك ده كل مره ولا ايه؟ انت عارفه يا بيبو اعصابي بتنهار لما بتيجي هجمه مرتده على الاهلي. يا ماما اخرسي. شيكابالا واحد خطوتين ثلاثة، لكن تحركاته العرضية جميلة جدا جدا. يا رب. بيجي في موقف غير مرافق للغاية، على شماله محمود فتح الله. شي ماشي محمود فتح الله يلعب واحدة طويلة وعميقة. شيكابالا جو 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 جو.
شيكابالا روح هات الجون وتعالى شيكابالا روح هات الجون. شوف الجون زمالك زمالك هو هو زمالك زمالك ها ها نهاره احمر احمر نهاره ابيض بخطين حمر يا عمي. هو بيجري بيفكر ان فيها فكر وفيها نوع من الذكاء رغم الاستحواذ. يا اخي تعالى كده تعالى كده والشوط الاول انما الهجمات هي اللي فيها فكر وعماد متعب اللي هو اللي عامل المشكله دي كلها وعامل الفكر. ايوه 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 العب العب بقى ايوه 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 جون 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 اهلا اهلا جيت جيت اهلا اهلا جيت جيت اهلا اهلا يا ابو الكباتن نورت المكان. الف شكر الف شكر. يا انتوا محضرين كل حاجه بقى دي اقل حاجه ممكن نعملها. اتفضل سعادتك. اتفضل جدا اهلا وسهلا. اهلا يا ابو الكباتن الاهلي حديد. اهلا اهلا حديد. شكرا. ايه ده؟ ايه العجنانه دي بقى؟ شفتي؟ اه شفت. هتعمل ايه يا شحاته؟ هتبقى ليله حمراء على دماغهم ان شاء الله. شحاته اوعي مات. امرني يا زعيم. ايه اللي جاب الجدع ده هنا؟ لا مؤاخذه يا زعيم، اصل اتصل وحجز الترابيزه دي وانت عارف صاحب المحل اسماعيلاوي لا له في الاهلي ولا في الزمالك. ما رضيش لا يزعلك ولا يزعله. الاسماعيلاويه كلهم زملكاويه. يعني كان لازم يزعله. ما هو شريكه التاني اسكندراني، وانت عارف اسكندريه كلها اهلاويه. شايفه ابني؟ شكله زملكاوي خالص. فعلا زملكاوي. ابو الكباتن احنا نقصر الشر ونروح نقعد في حته تانيه. اقعدي هنا رايحه فين؟ احنا لو مشينا هيعتقد ان احنا انسحبنا، والاهلاويه لا يمكن ينسحبوا ابدا. احنا لازم نكمل السهره بنفس القوه لاخر دقيقه. ولا كامت نزل احلى اكل عندك مش لينا احنا وبس، لكل الاهلاويه اللي في المكان. تعيش يا ابو الكباتن. يا مختار يا مية مية عشت وعاشوا الاهلاويه. يا مختار يا مية مية عشت وعاشوا الاهلاويه. نزل على حسابي اهلك واحلى شرب وفول بورد. كل الزملكاويه على حسابي فول بورد. سي 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 حدك سي 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 حدك حسن حتى عمهم والحبس دمهم يا سلام. اكل وشرب كده حته واحده ليه؟ هو لسه في اليومين دول زملكاوي له نفس ياكل ولا يشرب؟ اي ده تحكر هنا. معلش ده تحكر حضوري. شحاته انا منفعل. شحاته شخص منفعل قوي يعني. نسيت نفسك ولا ايه؟ اللي يشوفك دلوقتي ما يشوفكش من 4 سنين لما انبي خسركوا الدوري واحنا خدناه. يومها رجعت بيتكوا شايلينك مرابعه وانت دايس على الحته دي وعمال تصرخ وتقول انبي بيوجعني. اي اي انبي بيوجعني. اي اي نعم هي وصلت للتريقه يا شحاته. ساكت سيبوني عيس سيبوني بقول لكم لسه معاه بيقول لي انبي مش انبك انت ولو وطمين. طب نشر يا قلوة روري الشغلة. وريني يا راجل يا رخيع. يا رخيع يا راجل يا سيع. حاول لو مختار سليم مش حاسس ساكت هنا يبقى رحنا في داهية. انا ماليش دعوة بيكم. لا بقول لكم ايه مش عايزين مشاكل. تعالى ناخدها من قصرها وعمرو يقعد مع كابتن شحاتة وانا وشو هنقعد مع كابتن مختار. وانا هروح. انت رايح فين يا عم؟ انت من الاسماعيلي وبعدين احنا ولاد عم. يلا بينا. اتفضلوا يا كباتن اتفضلوا منورين منورين اتفضلوا. تافه قوي. اللي وقف الاهلي يبقى يوريني وينتهلين. اللي وقف الاهلي
اديني قلت لك اهو. بقالك كتير ما قلتليش كلام حلو. ده انت اللي بقالك كتير قوي قوي ما قلتليش كلام حلو خالص. وانت فاضيلي؟ اديني فضيت لك اهو. يلا قولي لي. اقول لك ايه؟ قولي لي وصف تحليلي لمباراه الاهلي اللي فاتت. دي كانت احلى مباراه. الفريق نفذ الضغط على الخصم في التلت الهجومي بتاعه وبطوله بعرض الملعب، وكانت الكره بتتنقل بين اقدامهم في سهوله ويسر. هو ده الزمالك بتاع الفن والهندسه. ايه زمالك؟ زمالك ايه يا وليه؟ فاصل ونواصل. ومين سامعك؟ ده انا ياما لساني فلت ونطقت اسم الاهلي بدل الزمالك، عينك ما تشوف الا النور، فجأة تلاقي وشه زنهر وعينيه طقت لبره شرار، كأني غلطت في اسمه هو وناديته باسم راجل تاني. يا نهار ابيض، كأنك بتحكي اللي حصل معايا بالظبط، بس الحمد لله ربنا ستر. بس شفتي الكدبة الصغيرة اللي كذبناها عليهم زمان، فضلت تكبر تكبر لغاية ما بقت سر كبير قد إيه دلوقتي. بقول لك إيه يا عمدة؟ هما اللي اضطرونا لكده. ما هو ما كانش ممكن ان احنا نقاطع بعض واحنا بنات حته واحده وبيننا العشره الكبيره دي. المهم ان سرنا يفضل في البير. اوعدك ان عمره ما هيخرج من البير طول ما احنا واخدين الاجراءات اللازمه. ما حدش ابدا هيقدر يكشف سرنا. يس. ست ما قلتليش ايه رايك؟ ذمتك مش برافو عليا اني قررت انقل مكان مقابلتنا لهنا وسط الاهرامات عشان خوف وخفرع ومنقرع واولادهم يشهدوا على حبنا؟ وانكرع يشهد على حبنا وانت تشهد على ضربة الشمس اللي هاخدها ان شاء الله. بعد الشر عليكي. الله، شايف الاتنين اللي قاعدين هناك على رواني حسن؟ هربانين من الزحمة يا ستي، وجايز بتقابلوا سر زينا. بس اللي انا متأكدة منه بقى انه اكيد معاهم مية. تعالى. يعني عاجبك شغل التسول اللي احنا فيه ده؟ يعني نموت بالعطش. نموت بالعطش احسن. ايه ده رايحين فين؟ ايه عايزين نشرب. ممنوع. ممنوع ايه؟ يا ست يا مدام، ممكن ازازة مية؟ ايه ده؟ عبير حسن ماما. يا اهلا بالكابتن الكبير سمع الحافي. يا اهلا وسهلا. يا اهلا، حضرتك تعرفني؟ وهل يا اخوى القمر؟ اتفضل يا كابتن، اتفضل. اقعد يا كابتن. هو في حد في مصر ما يعرفش الكابتن سمع الحافي؟ اعظم لاعب انجبته الحواري المصريه. تشكر يا باشا. انت مش فاكرنا يا كابتن؟ الصراحه يعني ما خش في بالي. انا ابن حتتك، الساحة الشعبية، الجيزة. لعبت معايا يعني زاملتني في الملاعب. ايه اللي زاملتك؟ ده انا ياما خدمت عليك يا ابو كبات. خدمت عليا ازاي يعني؟ انت مش كنت بتلعب حافي انت وكام لعيب زملاتك؟ وما زلت. حلو. فاكر الواد الصغير اللي كان بيقعد جنب الشباشب بتاعتكم المعفنة يا حرسالكم؟ الا فاكر. ايوه، الولا السفيف الاسمراني ابن بتاعت البليله. ايوه انا الولا السفيف. ربع ابن بقية. ربيع الصيف يا كابتن، صاحب المكتب القبهه والفخم اللي انت قاعد فيه. فخص على دي دنيا، عجبت لك يا زمن. بقى النجم اللي زيي اللي علم نجوم مصر لعب الكوره يبقى حاله ده. وابن بقية لاعب ياما جنب الشباشب يحرسه، يبقى صاحب الهلمة دي كلها. انت هتكبر يا حافي، ده انا جايبك علشان اعوضك واحقق لك التطور الطبيعي لكل لاعب بيوصل لسن الاعتزال. مش فاهم. انا عايز استغل خبرتك وعينك مدرب. مدرب في انه نادي؟ في النادي بتاعي. وكمان عندك نادي يا ابن بهية؟ اسمع، انا عندي 10 عيال افارقة عايزك تخرجهم لي من تحت رجلك لعيبة ما حصلتش، وهديلك على اللاعب الواحد 1000 جنيه. 1000 جنيه في 10 افارقه؟ يعني
15000 جنيه ما تعد كويس. 10 بس اللي يهمني عن افارقة كله بأوانه. بقول لك ايه، 10000 جنيه ليا انا لوحدي. طبعا ليه، وانت معاك حد تاني ولا ايه؟ مساعد مدرب، اخصائي طاقه بدنيه، ادارجي وترجمان. ترجمان؟ الله، مش بتقول لي افارقه؟ يبقى انا بالنسبه لهم مدرب اجنبي. هي دي حكايتنا انا وبيبو يا ماما، من ضربه البدايه لحد دلوقتي. في السكرات يا عبير، شيل البتاعه دي من بقك. بقى مخبيه عني كل الحاجات دي وما اعرفهاش الا بمحض الصدفه. غصب عني يا ماما، انا كنت بتمنى يوم لما احب في النور تحت الاضواء الكاشفه. الحب اللي في السر ده عامل زي الماتش اللي من غير جمهور، ملوش طعم. بعدين انت عارفه الظروف كلها، وعارفه الموقف العدائي اللي هيواجهه حسن عشان زملكاوي. مالهم الزملكاويه؟ احسن ناس. معقوله انت اللي بتقولي كده يا ماما؟ عبير يا بنتي، انا مضطره اقولك عن سر مخبياه في صدري بقالي 25 سنه ونص. سر ايه يا ماما؟ عبير يا بنتي، انا مش امك. مش امي؟ ايوه، انا مش امك الاهلاويه، انا زملكاويه يا عبير. كل دقه في قلبي بتدق بالزمالك، زمالك 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 يا مدرسه لعب وفن وهندسه. يا حبيبتي يا حماتي. مش ممكن، مستحيل. ما تفرحش قوي يا روح امك، انا كمان عايز اقول لك على السر اللي كابس على مراوحي. ماما اوعي تكوني انت كمان. ايوه يا حسن، ايوه، انا اهلاويه ابا عن جد، كل كوره دم حمراء بتجري في دمي بتقولي اهلي يا كليه، فن ولعب ورجوليه. تعالي افهمني يا حماتي. بس ما تقوليش حماتي. امال اقول ايه؟ قولي لي يا عمده. خش يا عمده. مش ممكن، انا مش قادر اصدق. صدق يا حسوكه بالحضن يا حبيبي. بالحضن يا حماتي. لا ما تقوليش يا حماتي، قولي يا شيكابالا. بالحضن يا شيكابالا. ايوه يا حسن، جايه في السكه على طول اهو. انا جيت. هو راح فين ده؟ يكونش بيتهيأ لي؟ لا خبطته، انا خبطته. يا نهارك احمر، انت كنت فين؟ ما انا اللي انت خبطتيه، قمت طاير من الفرحه ونازل على الدور رقبتي، بس الحمد لله الورد طلع سليم. ورد ايه؟ انت ايه اصلا اللي رماك في سكتي النهارده؟ انا جاي لك في كلام، ما انا اتصلت بيكي قمتي ما رديتيش عليا كالعاده، قمت مكلم الكابتن باباكي قام فتلي عليكي وقال لي انك في الفيلا. يا بنت الفتان، قمت جايب الورد وجيت على طول عشان اقضي النهار معاكي. نهار ايه اللي هتقضيه معايا وانت متخرشم بالشكل ده؟ فكك من المظهر ده، ما تبقيش بتاعه مظاهر، بصي من جوه ده انا اسد، حتى شوفي. شفت؟ انا مش عايزك تقلق يا ابو كباتي. الله، ولا يكون عندك فكره. ومال انا نسبتي ايه؟ دلع اللعيبه ده انا عارفه كويس وعارف دواه بجد. وايه الدواء ده يا متر؟ صفقات لعيبه جديده نجدد بيها كرات الدم البيضاء للفريق، ونستبعد كل العناصر اللي ملهاش لا ولاء ولا انتماء. صفقات منين يا ربيع؟ عندك مثلا صفقه اللاعب الكبير الفاز محمد شوقي بتاع النادي الاهلي. اهلي مين؟ هو بتاع الزمالك في الاساس، وانا بنفسي اللي رحت جبته من النادي المصري البورسعيدي لنادي الزمالك. لولا بس طلعوا علينا الاهلاويه في الطريق خطفوا مني الولا ومضوه بالعافيه. ايه بتقول ايه بشرطك ده؟ خطفوه ومضوه بالعافيه في الطريق الزراعي بتاع بورسعيد. تخيل تخيل. بس هو شوقي مستعد فعلا انه يمضي للزمالك؟ لا طبعا. نعم، وموافقته ملهاش لازمه. تعالى بس هفهمك، احنا هنخطفه ونمضي بالعافيه. نخطف مين يا متر؟ دي تبقى جريمه. جريمه يا ابو الكباتن، في عالم الاحتراف الخطف بقى شيء طبيعي جدا، وكل العالم المتحضر بيعمل كده. الله، انت تفتكر ميسي وايتو راحوا برشلونه ازاي؟ ايه اتخطفوا برضه زي شوقي؟ وحياتك، وعلى الطريق الزراعي بتاع بورسعيد. ايه اللي في اسبانيا؟ ومضوهم برضه على نور الكلوبات علشان كان الطريق ضلمه. انتم اكيد اتجننتم، ده اسمه تسيب، دي خيانه رسمي لروح الفانيله الحمراء. يا باشا. باشا ليه بقى؟ شايفني لابس طربوش ولا التريننج الاحمر ده مش مال عينك؟ يا ابو الكباتن، انا مش ثورادي ولا بعصي العمال على اوامر حضرتك زي ما بيقول الاساتذه. انا والعمال قلبنا على المصنع وعلى الطلبيات اللي لازم تتسلم في ميعادها. يعني يرضيكوا النادي الاهلي يسافر يلعب في الاقاليم بدون جمهور؟ وانت يرضيك يا ابو الكباتن
مصنعك يقف بدون عمل. يا راجل هي جت من يوم اجازه، وبعدين ده الهتاف اللي انتوا بتهتفوه للنادي الاهلي في الاستاد حاجه تفرح. بيب بيب مختار سليم، بيب بيب اهلاوي صميم، بيب بيب مختار سليم، بيب بيب اهلاوي صميم. الهتاف ده يسوى ملايين الجنيهات، وده بيعمل اكبر دعايه المختار بيه والمصنع. هو مش شحاته الساكت ده بيودي العمال بتوعه ورا نادي الزمالك في اي ماتش يلعبوه سواء ودي او رسمي؟ في كل بقعه في مصر وحياتك. يعني لو الماتش في القاهره بيديهم يوم اجازه، لو برا القاهره بيديهم يومين. اشمعنى؟ علشان لو رجعوا منتصرين يحتفلوا براحتهم ويشربوا نخب النصر. طب لو رجعوا مهزومين اليوم التاني لزومه ايه؟ ده علشان يحزنوا فيه بقى ويتجرعوا فيه مراره الهزيمه. وبيب بيب مختار سليم اهو. شفت؟ شفت بقى؟ العمال بكره كلهم اجازه ومن الصبح يشحنوا على السويس. وبيب بيب مختار سليم، بيب بيب اهلاوي صميم. على خيره الله. على خيره الله. اهلا حبيبي، اهلا حبيبي، اهلا حبيبي. صفقه العمر يا ابو الكباتن. تحفني بيض وش مره 10 لعيبه افارقه خطفهم للواد السمسار من الطريق الزراعي بتاع افريقيا. انما ايه، هيقلبوا موازين الكره في مصر وفي افريقيا لصالح نادي الزمالك. وعارف اللعيب هيقف علينا بكام؟ بكام؟ ب$20,000 بس. $20,000 بس. وشوف انت بقى لما يلعبوا لهم سنتين ثلاثه عندنا ونبيعهم لانديه اوروبا، شوف هنبيع الواحد بكام. ودول هيجوا امتى يا متر؟ جم خلاص، ومحسوبك حابسهم في مكان سري بعيد عن عيون الاهلاويه. يبقى لازم نمضيهم وبسرعه. نمضيهم، انا قلت كده برضه، بس عايزك انت كمان تظبطني في شيك كده عشان نظبط العيال ديت. مظبوط، هظبطك. ادي الشمسيه يا تفيه. حاضر يا مستر. اسمع يا زول منك له، كرة القدم الحديثة بتعتمد بالصلاة على النبي على الجري والبرتعة. الجري والبرتعة في جميع أنحاء الملعب وبره الملعب، وصدق المثل الكروي الشهير اللي بيقول الجري نص الجدعنة. ترجمة باشا. الفوتبول الحديث يا زول منك ليه بيعتمد بالصلاة على النبي على الجري والبرتعة إن كل مكان في الملعب. المفروض بقى اللعيب المية مية اللي هو كده يعني ها ما يخرجش من الملعب إلا ما يكون جاري على الأقل مسافة ما بين 100 و120 كيلو جرام. ما شاء الله كلكم عايزين تلعبوا في مصر مش كده؟ واللي عايز يلعب في مصر ويكسب وينجح عليه بحاجتين اتنين أنا هدربهم عليه، رضا الوالدين ورضا الجمهور. ليه بقى؟ لأن احنا هنا في مصر ما بنكسبش إلا بدعاء الوالدين ودعاء الجمهور. أنا اللي أقول عليه هو اللي يمشي، ده مصنعي، واللي مش عاجبه البوابة أوسع من المرمى الأهلي تفوت فيه بزلومته. مظبوط يا أبو الكباتن، وده نفس الكلام اللي احنا قلناه للعمال، واحنا كأعضاء مجلس إدارة شرفاء مؤمنين بالشفافية، احنا بصراحة كده على مية بيضة. احنا بنشك. تشكوا في ايه يا حمدي؟ في ان في عناصر حمراء اهلاويه بتندس بين العمال وتعصيهم علينا، وبتحاول تهدم ولائهم وانتمائهم للمصنع بتاعنا. انت متاكد من الكلام ده يا سعيد؟ ده شك يا ابو الكباتن، بس ان شاء الله هنحاول نقطعه بيقين. هتقطعه ازاي يا حسان؟ هنجند مجموعه من العمال اللي ولائهم لينا عشان يتجسسوا على زمايلهم، وبكده هنقدر نعرف المتآمرين وعددهم، وساعتها هنضرب ضربتنا ونقوم بالثوره البيضاء اللي هتنسفهم وتخلصنا منهم للأبد. تمام يا رجالة، أنا ثقتي فيكم ملهاش حدود، ربنا يوفقكم. لحظة، الله، الوطن، الزمالك. الخطة ماشية زي ما حضرتك خططت بالظبط. أيوة بس ماشية ببطء. المهم ايه النتيجة؟ ادي شيك بنص مليون جنيه. احنا ما بيهمناش فلوس، احنا هدف منظمتنا النبيلة هو نشر التعصب الأعمى وتدمير كل العلاقات القوية اللي بتربط الأندية وحتى بين اللاعبين والجمهور، وإذا حصل ده هيبقى ضمننا عدم تكوين منتخب عربي قوي. أنا عايزكم تستنزفوا فلوس مختار وشحاتة، مش عايز أي مليم من فلوسهم يتصرف في مكان صح أبدا، سواء كان في المصنع أو في الكورة. أما بالنسبة للجماهير ففي خطة نبيلة وضعتها منظمتنا الشريرة
لنشر بذور الشر بين الجماهير، وجربناها في أماكن عديدة ونجحت جدا. خطة إيه؟ خطة التلت والتلتين، ودي تفاصيل الخطة السرية. قاعدين نزلتلك يا عبير عشان تعرفي إني مش جبان وإني راجل وما بخافش. هما كلمتين ومفيش غيرهم يا حسن، أنت عايزني؟ هما كلمتين ومفيش غيرهم يا عبير. طبعا عاوزك. يبقى لازم تاخد موقف، لازم تعمل حاجة. طبعا هعمل حاجة، بس اعمل ايه؟ تواجه ابوك بعلاقتنا وبرفضك لتسلطه وجبروته عليك. وهي دي حاجة يا بيبو، دي مصيبة، بس هعملها. وحياتك يا بيبو، الليلة دي وقبل ما النهار يطلع هكون واخد موقف ومواجهه ومحدد مصيري ومصيري. وعشان كده انا اول ما اروح هواجه بابا واتكلم معاه. اذن يلا بينا الى الجهاد. هتفرج عليهم اه، ولكن للفرجه وللمتعه وللمعلومه. الحاجات يا سلام، طول عمرك نجم يا بيبو في لعبك وفي تحاليلك. طب عليا النعمه، انت بتحلل اجدع من اجدع معمل تحاليل فيك يا مصر. ابو كباتن هم في المطبخ يا بيبو. عارفه انا عاوزاك انت. وماله؟ تعالي بقى اتفرجي معايا على البرنامج بتاع الكابتن بيبو تاني. بقول لك عايزاك انت. يا بنت الخشونه الزايدة اللي انت داخله بيها عليا دي، امشي من قدامي. ما هو انت هتسمعني، يعني هتسمعني مش وقت. انت هتحس بيا وبمشاكلي. انا من يوم ما وعيت على الدنيا وانت لاغي شخصيتي، حتى اسمي لغيته. اخترت لي الاسم واللبس ونادي والعربيه، حتى البني ادم الوحيد اللي من حقي اختاره شريك لحياتي اخترته لي فرضته عليا. مره في نابولي ومره في بوكا جانوس، لكن لا. وغير من النهاردة مش هكون انت، هكون انا. فاهم يا ابو كباتن؟ هكون انا نص الملعب ورقص الناس كلها. فاهم يا بابا؟ بعدين حطها. انا عبير، عبير، عبير. شالها مع خط اختها. يا نهار ابوك اسود، انت قفلت التلفزيون في وش الكابتن بيبو. امشي قدامي، امشي اطلع برا. مش عايز اشوف خلقتك بعد كده ابدا، واعتبري نفسك موقوف لغايه ما بنت في عمرك. اعتماد خلصت شوربه. الف هنا، اغرفي لي مكرونه بالبشاميل. حاضر يا ابو كباتن. مش بالاحمر، بالابيض. حاضر. امال فين الواد ابو علي؟ سيب ابو علي في حلو يا كوتش، ما تقربش منه دلوقتي خالص. ما قربش منه ليه؟ بكهرب اكتر، ده فولته عالي قوي من ساعه ما جه من بره، هو متعصب ومش طايق حد يكلمه. طلعت له قطه عشان اتكلم معاه، فجاه نهارني بشده. نهارك نهاره احمر البعيد، وازاي يعمل كده معاك؟ مع امه يا نهارها. هو ايه، ما عادش في احترام للادميه في البيت ده ولا ايه؟ لا، وكمان قال لي ايه، الكلام مع ابو الكباتن مش معاكي. كلام ايه ده؟ كلام كتير قوي يا ابو الكباتن، حبسه جوايا من زمان، لكن اهل الاوان ان فجروا في وشكم. واللي خايف يروح، اللي خايف يروح. انا من النهارده بقيت حسن جديد، حسن نيو لوك. هعيش براحتي وبمزاجي، هاكل اللي نفسي فيه، والبس من كل صنف وكل لون حتى لو كان احمر. هشجع النادي اللي بحبه عشان بحبه، مش عشان مفروض عليا. هخطب البنت اللي اختارها قلبي، مش المقطوره اللي انت اخترتها لي. هخطبها حتى لو كان ميولها لاي نادي تاني، وحتى لو كان النادي التاني ده هو النادي الاخر. اخلص اخلص، وكلمة زيادة مش هرحمك وهرميك في الشارع. هو ايه؟ عشان سكتنا له حمر؟ لا، انت تحمد ربنا قوي انك ابني، والغلطة البشعة اللي عملتها دلوقتي هسامحك عليها المرة دي، بس دي اخر مرة. وكلمة النادي الاهلي اللي انا وقفتها بزورك، لو كملت يوم على لسانك هقطعه لك اطحنك. اقعد اقعد. كل. حاضر يا ابو كباتن، اغرفي لي الشكرونه بالبراميل. يعني ايه مش هنتقابل النهارده التلاته؟ ما ينفعش. حسن، الو الو، طز فيك يا حسن، انا بكرهك. كلنا واحنا نقطعه. ايه جميل، انت في نادي الزمالك. السخافه دي ايه الجمال ده؟ بس مش معقول. عايزين ايه؟ Thank you.
كويسة؟ أنت مين؟ أنا وائل اللي أنقذتك. أنت كنت رايحة فين؟ مش عارفة. تحب نروح مكان لذيذ ناكل فيه لقمة؟ أحب أوي. خش جاي. يس جو. يس فنش. سكتشي ري ياي سيزا. لعبة الكاراتيه لعبة شريفة، هدفها الأسمى هو الدفاع عن النفس والدفاع عن الآخرين إذا تعرضوا لأي موقف يستدعي الدفاع عنه. حتى لو كان الآخرين دول من الأهلي؟ حتى لو كانوا من الأهلي، خليها علينا. كلمه كلمه. ألو. أيوه يا عمرو، أنت فين؟ مستنيينك على الباب من النادي أنا وشوقي. بيبو، بص الغزالة البيضاء اللي هناك دي. عيب بقى يا شوقي، بس صدق دي جامدة أوي. جامدة بس؟ دي شوطة. فوق بقى يا شوقي، ما تنساش إن إحنا قدام نادي الزمالك. وإيه اللي هيحصل يعني؟ شوقي ارجع شوقي. حتى لو كان الآخرين دول من الأهلي؟ حتى لو كانوا من الأهلي، خليها علينا. يا عمرو. ايه يا كابتن؟ أمال فين شاوي؟ اتخطف. اتخطف؟ اتخطف عربية زي دي. الحكاية لعبة إيش ليه؟ الحقنا يا جماعة. ايه فيه؟ بيقفشوا في اللعيبة. أمال عمرو شاوي فين؟ اتخطفوا تاني؟ يلا يلا بس موضوع الخطف ده ولا ايه؟ انت مين انت كمان؟ انزل يلا مش وقته. انت مين؟ يلا بس مش وقته. ايه هو اللي مش وقته؟ يلا يلا. ايه؟ اطلع اطلع اطلع. فين؟ انت مين؟ انا اللي انقذتك. كان ممكن تفكي لي ايديا وتشيلي لي العنايه ده على الاقل عشان اشوفك واشكرك. طب استنى لما نبعد شويه. ممكن. هو انتي؟ انت تعرفني؟ طبعا من زمان، يجي من 5 دقايق كده شفتك وعجبت بيكي عند نادي الزمالك. انت في ايه ولا في ايه؟ انت كنت مخطوف. دي احلى خطوه في حياتي. طيب تحب اوصلك فين؟ اي مكان هادي نشرب فيه حاجه حمراء تهدي اعصابنا. حمراء؟ لا سوري مش هينفع. ده شوقي. طب رد بسرعه. يا شوقي انت فين؟ بخير؟ ازاي؟ ده انا حتى خايف اخرج من العربيه. معقوله عمرو زكي اتخطف؟ واتخطف ازاي ده؟ لا انا مش هقدر اجي عشان عندي تمرين غطس. سلام. انت بتقول ان عمرو زكي اتخطف؟ اه والله اتخطف. انا عارف مين اللي خطف. مين؟ مختار سليم. وعرفت ازاي؟ لان اللي خطفني شحاته الساكت. بابا؟ ابوكي؟ انت بنت شحاته الساكت؟ اه بس بابا عمره ما يعمل كده. لا عمل، لان الرجال اللي خطفوني كلموه قدامي وقالوا لي ان الحكايه مش هتاخد اكتر من 2 ساعة وهيسيبوني. ده ياكد فعلا ان اللي خطف عمرو مختار سليم. بس بجد انا فرحان قوي ومسامي حبوكي ومستعد اروح اقابله بنفسي ومديله على عقد. عقد الزمالك؟ لا عقد جوازنا. اتفضل اتفضل يا مختار باشا اتفضل. اه يا ابو كباتن، فكرت وراجعت نفسك؟ مستحيل امضي الاهلي حتى لو بملايين الدنيا كلها. انا زملكاوي وابويا زملكاوي ومش هلعب لنادي في مصر غير لنادي الزمالك. انت لاعب محترف، يعني تلعب للنادي اللي عايزك حتى لو غصب عنك. يعني ايه؟ هتجبروني على توقيع؟ لا لا يا ابو كباتن، احنا لا هنجبرك ولا هنخوفك، هي بس ساعه زمن هنسيبك فيها لوحدك تفكر بهدوء في الضلمه. ايه ضلمه؟ يلا بينا يا رجاله. متخافش يا كابتن متخافش.
المكان هنا هادي ورومانسي زي ما انت شايف، والفران اللي فيه ولاد ناس، فران متربية ما بتأذيش حد. ايه الفرق ده؟ انا ما بخافش غير من الفران والضلمة. انا بقى جبت لكم اللي هتساعدنا وتحل لنا الموضوع من اساسه، عبير مختار سليم. اهلا وسهلا. اهلا كابتن شوقي. يا ترى ايه علاقتك ببنت شحاته الساكت؟ وانت ايه علاقتك ببنت مختار سليم يا حسن؟ انا وعبير مرتبطين من زمان. اه وهنتخطب قريب. انت يا حسن؟ ايوه انا. وهمادي بقى يا رؤى. على الاقل عبير مجرد مشجعه للنادي الاهلي، انما شوقي اللي حضرتك انقذتيه ده بيلعب في الاهلي نفسه، يعني ما حدش احسن من حد. واياك تجيبي سيره المخلوق خصوصا بابا والنادي رؤى. يا جماعه دلوقتي بيجري وعمرو ممكن يمد الاهلي ويتورط. مستحيل، عمرو زملكاوي اصيل. ومين قال لك ان احنا عايزينه اصلا؟ احنا ناقصين. وعموما ما تقلقش يا كابتن شوقي، عمرو بخير. هو محبوس عندنا في اوضه الفيران الضلمه، انما عمليه اطلاق سراحه بتتم دلوقتي. انا كمالي بس، هم لعبوا الكوره من الاول. انت مين انت راخ؟ ما تخافش انا جاي انقذك. ما تخافش ازاي وانت شكلك خوف اصلا؟ يا بنتي الايه قمر، انت ايه، عفريته؟ لا انا صافي بنت مختار سليم، بيدلعوني يقولوا لي يا مصطفى. ايه مصطفى؟ اه مصطفى عبده. في حاجه دي مصطفى عبده حسن مصطفى. خلاص انا مش همشي من هنا، مستعد امضي عقد احتراف كمان للبيت ده. قمرين قمرين دول ولعانين، قلبي بيسألنا عليه، اتريني بفكر فيه. انت وقته، انت لو ما خرجتش دلوقتي انا هسيبك، مش مسؤول على اللي هيحصل لك. طب خلاص انا مستعد اخرج من هنا، بس بشرط قد كده. ايه؟ تخرجي معايا. لو كنت قادر على البعد انا مش قادر عليه، بتوحشني بتوحشني آه حبيبي بحبك بروحي. ها ايه رايك في صوتي بقى؟ حقيقة عمر انت هايل، بس يا ريت بلاش تغني تاني. مصطفى يا مصطفى انا بحبك يا مصطفى. انتي؟ ايوه انت يا مصطفى اللي ضيعتي صفقة العمر وخنتي ولائك وانتمائك للاهلي، الاهلي اللي خيره عليكي وعلى اهل مصر كلها. لا يا ابو الكباتن، الا انك تشك في ولائي وانتمائي. وانت ايه بس اللي خلاك متاكد كده يا ابو الكباتن ان هي اللي سربت عمرو من البدروم؟ ده الحلقه ده لها حمامه بالريش وهو بيعين ملعب الجريمه. مش ده حلقك برضو يا مصطفى؟ حبس انفرادي في اوضتك ومفيش خروج الا لما ناري تبرد. رفعت الجلسه. ما تيجي يا عمرو تلعبني ماتش؟ عمرو مصاحب عنده شادي في صباعيده اليمين. طب ما تيجي انت شاوي. شاوي موقوف عنده نظرين. مش قادر اشوفك تاني. انا ما صدقت لقيتك. انا حزين قوي يا رؤى. الحبس ده مش ليك لوحدك، ده ليا انا كمان. كلها كام يوم وتنتهي فتره العقوبه واخرج واشوفك. انا زعلان قوي يا صوف. ما تزعلش يا عمرو، الحبس للجدعان وانا جدعه وهستحمل. لو النبي يا عمرو بلاش تغني. بلاش. خلاص يا حبيبتي، انا قررت انزل شكر في الجرنان لكل افراد العصابه اللي كانت عايزه تخطفك، علشان اشكرهم واحد واحد لانهم كانوا السبب ان اقابلك واشوفك واعرفك. يا وائل، انا عمري ما دقت طعم حب ولا طعم اكل لذيذ بالشكل ده. الاكل عجبك؟ قفشتك يا خاينه. بقى هو ده الشحط اللي مخليك ما ترديش على تليفوناتي طول الاسبوع اللي فات؟ مين ده يا اماني؟ ما تردي يا هانم، قولي له انا ابقى مين. انا خطبها المخدوع يا استاذ. خطبها؟ خطبها هو ده بقى الفراغ اللي انت كنت عايشه فيه وجايباني عشان املاهولك. ما تهدى يا استاذ، الحكايه ما تستاهلش كل ده. ما تردي على بيه. ما تظلمنيش يا وائل، ده كان خطيبي وراح لحاله، يعني ماضي. مش تقولي كده من الصبح. انت السبب يا حسن، انت اللي ما حافظتش عليا وما صنتش حبي ليك، فاضطريت ابص بره واكل من طبق غيرك. معلش. عموما انا بحبك، واللي بيحب انسان بيتمنى له السعاده،
حتى لو مع اي طبق تاني. الوداع يا اماني. هتوحشيني يا حبيبتي. كلمني لما تروح، مش هتعشى غير لما اطمن عليك. اوكي، انا ما يخلصنيش اقعد كل ده من غير اكل. نقنع في اي حاجه لغايه ما اروح واكلمك. اوكي، باي باي. خلي بالك من نفسك. وانت باي. انا متشكر قوي يا وائل، مش عارف اقول لك ايه. عيب يا ابو علي، احنا اخوات يا جدع. ياه، انا مش مصدق ان خطتنا نجحت وقدرت اخلص من اماني. عموما انا مش هعطلك، هم اسبوعين بكتير وتقدر تخلع انت كمان وتختفي من حياتها. انا لا هختفي ولا هخلع يا ابو علي. امال ايه؟ هتنتحر؟ يعني ايه مش هتخلع؟ انا حبيت اماني، حبيت اماني بجد يا ابو علي. هي الوحيده اللي قدرت تملى الفراغ اللي انا كنت عايش فيه. الحب جميل قوي يا ابو علي. مش فاهم ايه حكايه الفراغات اللي ماشيه في البلد اليومين دول. بس حبيبي بس. خطه التلت والتلتين دي يا جمهور الفانيلا الحمراء، خطه طبقها جمهور ريال مدريد في اسبانيا وجاب بيها برشلونه الارض، وانا بعت صورتها مخصوص عشان يطبقها في نادينا العظيم. والخطه دي يا ابو الكباتن بقى ايه بالظبط؟ الخطه دي يا كمونه بتقول ان احنا كجمهور اهلاوي هنقسم نفسنا اسمين، تلت وتلتين. التلتين هيحضروا ماتشات الزمالك عادي ويشجعوا فريقهم زي ما بيشجعوه كل مره. التلت التاني بقى هيحضر ماتشات الاهلي على انهم ايه؟ اهلاويه. واول ما ينزلوا اللعيبه بتوع الاهلي هاتك يا الشيمه في كل اللعيبه على الفاضي وعلى المليان لحد ما نبوظ اعصابهم ونفشكل تكتيكهم ونأخر ترتيبهم ونقطع شبابهم. خلاص يا عبير، انا قررت اكشف النقاب عن علاقتنا واعترف للجمهور كله اني بحبك واننا مرتبطين. مش كده وبس، توقعي في اي لحظه انك تحمي فيلتكو واقابل باباكي واطلب ايدك منه. بجد يا حسن؟ طبعا بجد. يعني مش واخد حبوب شجاعه اول ما تاثيرها ينتهي ترجع في كلامك؟ بالعكس، انا كنت واخد حبوب جبن وخوف ورعب فعلا، لكن تاثيرها انتهى خلاص من دقيقه واحده بس. وانا معاك في اي حاجه تعملها يا حسن. ما قلت ليش هتيجي امتى؟ اجي فين يا دي الزهايمر؟ تيجي تقتحم بيتنا وتطلبني من ابويا بكره؟ كويس. بكره ايه؟ انت ما صدقتي، مش اديلي فرصه الاول ادخل معسكر مغلق اعمل اعداد نفسي وبدني عشان اقدر استعد للمواجهه المصيريه دي. مصيريه؟ اللي تشوفه يا حسن. يلا بينا، اصلك انت شربت كتير. يلا. زبطتك وزبطتك انت كمان، زبطتكم انتوا الاثنين. صح صح. ايه مالك، شفتي عفريت ولا ايه؟ شوفي بقى لما اقول لك تصاحبي عليا واحد مفيش مشكله، تطلعي معاه المقطم اوكي، تقعدي جنبه شغال، انما الواحد ده يطلع زملكاوي لا، ده بقى اللي ما قبلوش على كرامتي ابدا. اسمع يا اخ كاتشب، انت تفهم الموضوع غلط. انا وعبير مجرد زملاء في جامعه واحده وبنتقابل هنا في نفس المكان والميعاد كل يوم صدفه. صدفه صدفه. الكلام ده تقوليه لابوكي كبير الاهلاويه لما وريه صورك مع الزملكاوي ابن الزملكاوي ده. صور. ثانيه واحده يا اخ كاتشب، انت بتعمل ايه؟ بس ما قلناش هنستلم الصور امتى. فرحان قوي حضرتك واقف تتصور لي، بيقول لك هيوري الصور لبابا. يا نهار اسود، طب ما تلحقيه قبل ما يقلب الدنيا فوق دماغي ودماغك. ايه مختار يا حبيبي، اتاخرت كده ليه؟ في ايه مختار؟ فين عبير؟ انا هو يا ابو الكباتن، وكنت مستنياك تيجي من بدري عشان اقول لك على كل حاجه بنفسي. تعالي حط يا بنتي. معلش يا حبيبتي معلش. في ايه مختار؟ جابر الاحمر خطيب عبير. ماله كفى الا الشر؟ ده بقى خطيب عبير ولا بقى احمر؟ فسخ الخطوبه؟ ده انا كنت شطبته من سجلات الاحياء. امال في ايه؟ اتكلم. انا كنت بمر على عنابر المصنع، لقيته داخل عليا والورد في ايديه وقال لي عايزك في موضوع مهم، خدته على جنب ولسه هينطق ما نطقش.
ليه؟ ايه اللي حصل؟ وقعت ماسوره من سقف المصنع على نفوخه خلصت عليه. مات؟ انا كنت فاكر كده برضه لغايه ما الاسعاف جت وشالته وديته المستشفى كالعاده، وهناك اتضح ان الذاكره رجعت له. ازاي؟ اتاريه كان فقد الذاكره من 4 سنين في حادثه زي دي بالظبط، وكان مخبي علينا. يعني انا كده اتمسحت من دماغه؟ والمصيبه اللي اكتشفتها انه قبل ما يفقد الذاكره من 4 سنين كان زملكاوي، وكان اسمه جابر الابيض، لدرجه انه قطع الهدوم الحمراء اللي كان لابسها اول ما فاق. معلش يا بيبو انسي يا بنتي، وبكره ان شاء الله هيجي لك اللي احسن منه. امرك يا ابو الكباتن. على فكره انا نسيته خلاص، وبكره فعلا جاي لي اللي احسن منه. في شاب ظريف ولطيف وخفيف كده جاي عايز يقابلك. بخصوص ايه؟ ايه اللي بخصوص ايه؟ جاي عايز يتجوزني، وبصراحه انا موافقه. عبير يا ألف نهار أحمر. يا حبيبتي مبروك. وماله يا بنتي وماله؟ وأنا برضو واثق إنك هتختاري شاب من أصول أهلوية عريقة، وهو برضو ينسيكي صدمتك في جابر اللي كان أحمر. معقولة؟ آه. أنت واقف كده إزاي؟ عالسلم، وصحابي واقفين معايا. أنا كان مالي ومالي الشغلانة دي؟ خلص يا عم عمرو الكلمتين. ياه، الدرجات دي لعيبة الأهلي والزمالك بيحبوا بعض وبيساعدوا بعض بالشكل ده؟ أنا عايز أقول لك على كلام كتير. قول. امسك. استنى. أنا بحب، وعاوز أتجوزها. إيه؟ آه، عايز أخدك وأحطك جوه قلبي. واحميكي من اي حاجه ممكن تضايق. ايه رايك؟ انا موافقه. موافقه؟ ايه موافقه يا طبيبو، موافقه يا شاوي. يلا يا عم شاوي قول الكلمتين ويخلص. انا عندي كلام كتير عايز اقوله لك. قول. انا بحبك وعايز اتجوزك. و ايه تاني يا عمرو؟ يا عم اقرا من الورقه وخلصنا. خد يا رنتي. وافقت يا عم؟ وافقت يا بيبو؟ بس بابا. اهلا وسهلا. ابو كباتن، هو ده الشاب اللي كلمتك عنه. اهلا وسهلا. عن اذنكم اتفضلي. اهلا وسهلا يا ابني. اهلا يا كوتش. اتفضل استريح. اهلا وسهلا. تحب تشرب ايه؟ عصير بطيخ احمر. ما شاء الله. شاب اصيل من عيله اهلاويه عريقه. هاي اعملوا له عصير. انا كانت بيبو بنتي كلمتني عن رغبتك. انا طبعا ما عنديش اي مانع بالمره خالص، لكن برضو انت لازم تكلمني عن نفسك شويه. في الحقيقه يا عمي انا اسمي حسن. الله 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 اكبر. لا بجد الله اكبر. يا سلام، اسم حسن ده اسم غالي قوي على الاهلاويه كلهم. كفايه انه على اسم حسن حمدي وزير الدفاع الاهلاوي السابق ورئيس النادي الاهلي حاليا. اهلا وسهلا. قلت لي يا ابني اسمك حسن ايه؟ اسمي حسن شحات. ايه؟ حسن شحات. طب بس ما تكملش وخليك ساكت. او الساكت ده يبقى جدي. ابن شحاته ساكت. الزملكاوي المعروف. ايوه يا عمي. انت اكيد مجنون. بقى بنتي انا تتجوز ابن الزملكاوي؟ فين الخدم؟ يا عثمان، يا علي، يا ادريس، امسكوه وسكوا على عصير البطيخ. محدش يمسكني، انا مش مجنون عشان عايز اتجوز بنتك يا باشا. قصدي يا ابو كباتن. طب سيبوه، انا موافق، بس بشرط. اشرط زي ما انت عايز. انك تعلن قدام كل الجمهور وفي كل جرايد انك بقيت اهلاوي، وتتبرأ من انتماء ابوك لنادي الزمالك. مستحيل، انا مش خاين عشان اعمل كده. انا زملكاوي اصيل. امسك. وزي ما بحب بنتك عبير ومستحيل اتخلى عن حبي ليها، مستحيل كمان ان اتخلى عن حبي للزمالك. هو ده حسن اللي انا عرفته وحبيته. تعرف لو كنت وافقت على شروطه كنت نزلت من نظري وخسرتك للأبد. خرسي،
اطلعي اوضه فوق لغايه ما افضلك. خدي من وشي. اطلع بره. ارموه بره. استنوا. انا طالع يا باشا. بس مش هسكت على ظلمك. وقريب قوي. هيجي اليوم اللي نتخلص فيه من ظلم المتعصبين اللي زيك ونتجوز انا وعبير ونخلف جيل جديد نربيه على الروح الرياضيه. ما يتعصبش الا لحاجه واحده بس. مصر. مصر. تحيا مصر. 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 تحيا مصر. 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 تحيا مصر. مصر. تحيا مصر. 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 تحيا مصر. بتزيقي ليه دلوقتي؟ ممكن افهم؟ ما هو اللي بيحصل ده محدش يستحمله ابدا. ايوه محدش يستحمله ابدا. ايوه. طب اذا كان رفض حسن لمجرد انه زملكاوي هيعمل ايه بقى معايا انا؟ ايوه هيعمل ايه بقى معايا انا؟ أيوه. معاها هي. ايه يا مصطفى؟ وانت كمان جاي لك عريس زملكاوي؟ لا مش زملكاوي، ده بيلعب في الزمالك. عمرو زكي عايز يتجوزني. ايه؟ بس انا مستحيل. مستحيل اتجوز غيره. ايه؟ حسن! كنت فين؟ وإيه اللي أخرك كده؟ كنت بخطب. في مظاهرة؟ لا، كنت بخطب البنت اللي حبيتها واختارها قلبي. طبعاً أبوها رفضك وأهانك وطردك. أنت عرفت منين؟ ربيع الصيفي لسه مبلغني، وكالات الأنباء طيرت الخبر في جميع الأوساط الرياضية. يعني الفضيحة بقت بجلاجل وشخاليل. من إمتى الحب والجواز كان فضيحة بجلاجل وشخاليل يا أبو الكباتن؟ لما حسن شحاتة ابن شحاتة الساكت المناضل الزملكاوي الكبير يروح يتقدم لبنت مختار سليم تبقى فضيحة وكارثة كمان. ما هو ده كلام المتعصبين اللي زيك. خلاص كفايه بقى يا شحاته يا ساكت. انسى شويه انك ابو الكباتن وافتكر انك ابويا. سنين طويله وانت خانقنا ومتحكم في ميولنا الرياضيه، كمان دلوقتي عايز تتحكم في ميولنا العاطفيه؟ لا، انا وعبير بنحب بعض وهنتجوز سواء انت وابوها رضيته او رفضته. انت بتتحداني يا ولد؟ مره واحده استخدمت فيها حقي. انت مالكش اي حقوق عندي، واطلع بره بيتي يا كلب. انت بتطردني يا بابا؟ الحاجة الوحيدة اللي تحفظ للقلعة البيضة كرامتها قدام الجماهير انك تنطرد منها. بره بره. استنى ما تمشيش يا حسن. اعتماد ارجعي اوضتك والا هتحصليه. ومانح انها تروح الكليه. ما انا ما اقدرش انفذ اللي في دماغها واخد ميثاق الاهلاويه. عايزاني اجوزها لواحد زملكاوي عشان في اول مناسبه الاهلي يكسب فيها الزمالك انتقم منها. ده لو كان متعصب زيك. انا اضرب مصلحه بنتي يا وليه. مفيش بيت تحت سقفه اهلاوي وزملكاوي غير لما يحصل فيه مشاكل اتحاد الكره ذات نفسه ما يعرفش يحلها. ليه يا مختار؟ ما انا وانت هو عايشين طول حياتنا بدون اي مشاكل. لا احنا انتماءاتنا واحده.
لا يا ابو كباتن، احنا انتماءاتنا مش واحده، وهو ده السر اللي كنت مخبيه عليك طول حياتي. سر؟ سر ايه؟ انا مش اهلاويه يا مختار. ايه؟ انا زملكاويه حتى النخاع. حتى النخاع؟ ايوه. زملكاويه خيريه؟ ايوه. وبتفصليها في وشي؟ ايوه. خاينه 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 خاينه، ليه عملت فيا كده يا رب في اخر عمري بس يا رب ليه؟ بتخونيني يا اعتماد؟ بتضحك عليا؟ بتخدعيني؟ متجوزك على انك زملكاويه اصيله متعصبه تطلعي اهلاويه يا اعتماد؟ ويا ترى كنت بتشوفي ماتشات الاهلي فين؟ في الاوضه دي وانا قاعده على السرير ده. مع الاهلي في اوضه نومي على سريري؟ الدرجه دي اعتمد؟ بالدرجه دي اعتمد؟ ايوه يا شحاته. روحي. اروح فين؟ روحي وانت طالق. طالق شحاته، ده اخر موسم ليكي في البيت ده. بره بره. الناديان الكبيران يستغنيان عن أبناء النادي في سبيل شراء صفقة لاعبين أفارقة لا علاقة لهم بالكرة. اثنان من رجال الأعمال متورطان في الفضيحة. طيب يا ربيع الكلب. يا مختار بي، أنا ضحية بريئة زيك تمام والله. قانون؟ قانون إيه؟ عموما القانون لا يحمي المتعصبين، قصدي لا يحمي المغفلين. ابو الكباتن فين؟ اتفضل. اوكي. صباح ابيض منور يا ابو الكباتن. صباح ابيض بخطين حمر يا ابو الكباتن. في ايه تاني؟ لخصهم. عمال المصنع يا ابو الكباتن. مالهم؟ عاملين اضراب ومش عاوزين يشتغلوا الا لما يقبضوا مرتب الشهرين اللي فاتوا. مرتب شهرين؟ ما عندهم حق. وايه اللي اخر مرتباتهم بالشكل ده؟ كسلهم ابو الكباتن. كسلهم وأزمة ضميرهم وعدم ولائهم يا باشا. عدم ولائهم؟ ايوه يا ابو الكباتن، احنا اكتشفنا تنظيم سري احمر متفشي في قلعه مصنعنا الابيض. كل ده في مصنعي؟ يعني مش كفايه بيتي كله احمر في وشي فجاه كده؟ طب والحل؟ الحل الحل بس لقيتها، احنا نطرد كل العمال. المصنع يشتغل ازاي؟ مش مهم المصنع يشتغل، المهم ان احنا ما نططيش للعمال الكونه دول. فعلا عندك حق، انا مش هطاطي لاي حد مهما كان. انا طردت اهل بيتي، مش هطرد عمال مصنعي. طردوا العمال. نطرد العمال ونعمل قرار وانتوا معاهم. ايه؟ بره بره بره.
فضلكم فضلكم. طمنا يا دكتور. الحمد لله جت سليمه. طمني. هما بس هيقعدوا معانا يومين في العنايه المركزه وبعدين كام يوم كمان كده في المستشفى لغايه ما الحاله تستقر ويبطلوا بقى عصبيه وتعصب قهوه اللي هما فيه. اهلي ايه وزمالك ايه اللي هيموتوا نفسهم عشانهم؟ البلد دي ما فيهاش غير الاسماعيلي. اسماعيلي وبس. ايوه الدراويش. كفايه بقى. خدتوا مننا اسلام الشاطر وعماد النحاس وبركات وخالد بيبو. اللي قدامك ده يا هاني انت سبب في فتنه بين الاهلي والزمالك في ماتش السته. عايزين ايه تاني بقى؟ الدراويش الدراويش وبس. لا اله الا الله. على فكره انا بحييك عشان لابس اصفر. هي دي روح الفانيلا الصفرا. برازيل مصر. الدراويش 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 وبس. الحمد لله على سلامتكم يا كباتن. على سلامتكم يا كباتن. وبعدين انتوا ما اتعلمتوش من اللي فات؟ الدكتور اصر انه يحطكم انتوا الاثنين في اوضه واحده وجنب بعض عشان هو ده علاجكم الوحيد والحقيقي. اما بقى عن التوا اللي كتبه لكم انكم تنسوا كل الخلافات اللي بينكم بقالها سنين وتفتحوا مع بعض صفحه جديده ما فيهاش ولا تعصب ولا مقالب ولا خطط شريره. والدواء ده هتمشوا عليه طول عمركم واحنا اللي هنفكركم بيه. سلام. استغفر الله العظيم يا رب. سلامتك يا ابو كبات. الله يسلمك يا شحاته يا اخويا. طمني عليك. الحمد لله ازمه عدت. الله لا يعدها. بابا عمي عمرو وبيبو شوقي جايين يسلموا عليكم قبل ما يسيبونا ويخشوا معسكر المنتخب. ربنا يوفقكم يا اولاد. عمرو عارف لو كسبتم هديك اغلى هديه عندي. صافي بنتي. وانا ماليش هديه عندك يا كابتن شحاته. هديتك محفوظه يا كابتن بس بعد المكسب. بقول لك ايه يا مختار يا اخويا. عمرو شحاته مش آن الأوان بقى نحط إيدينا في إيدين بعض ونقرأ فتحة حسن ابني على عبير بنتك؟ الفتحة. إحنا ماشيين ومستنينكوا في الماتش. يلا قدام منك ليه؟ مستنيكي في الماتش. ولا يا عمرو. عرفنا المشاكل اللي حصلت للمصنعين وبنوعدكم انا وعبير انكم هتخرجوا من هنا تلاقوهم شغالين زي الاول واحسن. وخصوصا وان شبكه النصب الدوليه بزعيمها وصبيان وربيع وحمام اتقبض عليهم والبلد ارتاحت منهم ومن امثالهم. الف حمد وشكر ليك يا رب. الف مبروك. لو ايدي في ايد اخويا ابن امي وابويا انا اشيل عنه